كويس البنت تمام اعطيها بس تبخير ريحها بسبب الحرب وبسبب انهيار المنظومة الصحية وبسبب عدم توافر المستشفيات وأي مراكز صحية بالقرب من المخيم اللي أنا عايش فيه. كنت تقريبا أشوف في اليوم من 20 إلى 30 طفل أعالجهم في الخيمة اللي أنا عايش فيها، فقررت أفتح مبادرة الخيمة الطبية لعلاج الأطفال وأوفر لهم الأدوية المجانية. كل هذا كان السبب الأول إني أنا بحب الأطفال فعليا، كان نابع يعني من جواتي إنه أنا لما أشوف طفل لازم أقدم خدمة العلاج له واحاول ايش اساعده. ماما حاضر يا ماما حاضر. هي بالنسبه للامراض اللي انا بشوفها، الامراض منتشره بشكل مخيف بين الاطفال، خصوصا النزلات المعويه، الالتهابات الفيروسيه، التهابات الجهاز التنفسي بسبب البرد، بسبب في ناس انا بجولي اطفال مش لابسين جاكيتات، لابسين بس قطعه واحده، معهمش الناس، لان الناس طلعت من دورها مش حامله شيء. انتشار الكبد الوبائي، التهاب الكبد الوبائي ايه، هباتيتس ايه، هذا الالتهاب اصبح منتشر بشكل مخيف بين الاطفال، حسب وزاره الصحه الفلسطينيه التهاب الكبد الوبائي اصبح وباء منتشر، يعني من 70 ل 80% من الاطفال اقل من 12 سنه اصيبوا فيه، وهذا كله ليش؟ بسبب اللي هو قله النظافه، انعدام النظافه مش قلتها، شرب المياه المالحه، عدم توفر الغذاء الصحي، بسبب المخيمات، انتشار العدوى. عمو خلينا بس على التحاميل وقطر المحلول الملح، انا اطير ضاع. تحاميل ممكن تعطيه زي هذه تحملتين لثلاث تحاميل في اليوم. ماشي؟ مضاد حيوي برهم مضاد حيوي حطيته برهم مضاد حيوي مش مضاد حيوي شرب برهم مضاد حيوي انا شريته برهم كثير جدا بعاني من شح الادويه بعاني لانه بشكل عام في قطاع غزه فيش ادويه بتدخل يعني المستشفيات بعاني من نقص في الادويه انا شغال في المستشفى فيش عندنا اكامول بيجي الطفل حرارته 40 معناه فيش اكامول في المستشفى نعطيها للطفل بالنسبه للخيمه انا بحاول اوفر الادويه بمجهود الشخصي بحاول الف على كل الصيدليات بحاول اسال هين وين عشان اقدر اوفر الادويه هذه انا جاب لي هنا انه ابني مريض جدا بيعاني من سخونه واسهال بفعل انه اللي بنعيش قاعدين بظروف صعبه جدا من الحرب في انعدام النظافه، انعدام الطعام والشراب الصحي، انعدام الغطاء ليلا، انعدام سبل الراحه والنظافه للاطفال بفعل الحرب. وابني حاليا عنده سخونه وعنده اسهال شديد من الاسباب اللي انا حكيتها سابقا. الان فعلا الحرب ولا في علاج ولا في اماكن تعالج فيها، حتى الاماكن اللي تعالج فيها بدها الدور والدور بقعد في الساعات لما بنصلي وما فيش كل الادويه كمان متوفره، الادويه المتوفره كلها هي مسكنات وخافض الحراره مسكن الاله فقط. نيجي نعالج بلادنا مش الأدوية المطلوبة يعني اللي بتنعطى يعني ومش جميعها متوفرة يعني امبارح جيت بس للسخونة والكحة يعني بس اللي حصلت عليها للسخونة طب الكحة طيب في بيطلع في رجلهم قشف زي ابني يعني مثلا في رجليه